أعلنت الأجهزة الأمنية اليمنية تحرير 28 مهاجرا إفريقيا بينهم نساء وأطفال من قبضة عصابات تهريب البشر في مديرية عبس بمحافظة حجة الشمالية. نبيل اليوسفي والتفاصيل. يتخذون من اليمن جسر عبور للوصول إلى المملكة العربية السعودية بحثا عن حياة أفضل، لكنهم يقعون في أيدي عصابات التهريب في الحدود اليمنية السعودية. هؤلاء هم القادمون من القرن الأفريقي الذين يتعرضون للاختطاف وشتى أنواع التعذيب، ولا يتم الإفراج عنهم إلا بفدية تصل إلى 3000 دولار، ما لم فإن الموت هو مصيرهم حتى ولو كانوا أطفال. دحين تجيب لنا فلوسنا، ما جبت الفلوس على طول تموت. إيش أجابك اليمن؟ إيش نبقى بيك؟ ما في طريقة إلا على طول تجيب الفلوس، فلوس ما جبتها على طول تموت. بعد سلسلوك يضربوك بأي حاجة، كوريك، ركبة حقة كرسي، بأي شيء هم يضربوك بيه، حتى درجة الكهرباء يدوروا البابور ويكهربوا بالكهرباء. على الرغم من مضي عدة سنوات على هذه التجارة التي اتسع نطاقها في الوقت الراهن بسبب تدهور الوضع الأمني وتداعي سيطرة الحكومة اليمنية وفقدان المئات من الوافدين حياتهم بحسب مصدر أمني، إلا أن المنظمات الإنسانية لم تحرك ساكنا حتى الآن حيال هذه القضية.